مرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرتنا الحوارية الأولى مع النجم المميز المتألق الناقد الرياضي المتميز عمر البنوبي. بنرحب بك عمر، وحشنا. وحشني يا كابتن هاني ومشاهدي قناة الأهلي، وحشوني. كانت فترة حلوة كنا فيها بعيد عن البيت الكبير شوية عشان برضو النادي الأهلي رجع ببرونزية كأس العالم للأندية، لكن موجودين تاني يوم الثلاثة اهو. ما طلعتش بره البيت الكبير، وكان متألق طبعا مع المتألق كمان اسلام الشاطر في تغطية كانت اكتر من رائعة لوجود نادينا العظيم في كأس العالم للأندية. فرجوعك البيت الكبير انت يعني دايما بتشرفنا وبتنورنا عمر. ما نقدرش نبعد عن النادي الأهلي ولا عن قناة النادي الأهلي يعني، وطبعا كانت الحياة تغطية الناس هي اللي تشهد، الناس هي اللي اتكلمت يعني عنها والحمد لله كان الأهلي كمان راجع بإنجاز. صحيح. أتمنى كمان السنة الجاية بإذن الله يكون في كأس العالم للأندية، اللي هي تتلعب السنة دي برضو يعني، مش السنة الجاية، هي السنة دي برضو إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله الأهلي يكون موجود ويحقق كمان إنجاز أكبر بإذن الله. بمناسبة طبعا الأهلي ورؤيتك، يعني إحنا اتكلمنا يمكن في الإنترو شوية إن في مشوار، حتى مشواري أنا كلاعب بنمر ببعض الظروف الصعبة في مباريات هي اللي بتدينا بوش للبطوله، وبتبقى مباراه تفويق شويه للناس كلها يعني، للجهاز الفني وللعيبه، بتبقى بتفوق اللعيبه شويه لو في نوع من انواع، مش هقول لك الغرور، لكن نوع من انواع ان يعني احنا ماشيين بالبطوله، البطوله سهله، المجموعه سهله. فده بيبقى مهم جدا ان في مباراه بتبقى هي اللي بتفوق اللعيبه. شفت مباراه النهارده ازاي، المباراه ازاي على الشكل الفني يعني. بما اننا احنا في قناه النادي الاهلي فاحنا بنتكلم اصلا يعني من جوه البيت، وطالما بنتكلم من جوه البيت هو طبيعي ان في كل بطوله انت ممكن ما تكسبش كل الماتشات، لكن المهم انت عندك هدف. انا موجود دلوقتي في دور المجموعات، دور المجموعات هدفي ان انا اصعد، بيبقى هدفي رقم واحد ان انا اصعد اول، لان الاهلي تعود انه يكون اول، واعتقد ان احنا لسه بدري، احنا يعني بنتكلم في تاني ماتش، انت كسبان ماتش ومعاك 3 نقط، عندك 4 ماتشات تانيين، ويمكن ده اللي موسيماني كمان قاله، قال احنا هنشتغل على الاربع ماتشات التانيين ان احنا هنكسبهم. صحيح. فبالتالي طبيعي ان انت هتيجي في وقت من الاوقات ممكن ظروف عندك، ممكن يكون في عدم توفيق، ممكن يكون عندك ملاحظات فنيه رصدتها كجهاز فني هتبتدي تعدلها الفتره اللي جايه. صحيح. لكن في النهايه النادي الاهلي عمره ما بيقيم بالقطعه، وما عندوش حته ان انا اذبح المجموعه اللي موجوده، لا مدرب ولا لعيبه ولا غيره. في النهايه هي يعني داي اوف زي ما بنقول في الكوره، خلاص وانتهى الامر، وبعد كده بنفكر في اللي جاي. اعتقد ان موسيماني اكيد عنده ملاحظات، والجهاز الفني المعاون له كمان عنده الملاحظات بتاعته، هيشتغلوا عليها مع اللاعبين، والفتره اللي جايه ان شاء الله تكون افضل. والاهلي انا شايف انه برضو ارجع اقول لك الاهلي قادر ان شاء الله يصعد اول مجموعه. اكيد قادرين طبعا، وزي ما بقول لك ان شاء الله ده ممكن يدينا دفعه اكتر ويدينا فوقان اكتر، وان شاء الله انا واثق في لاعبتنا، وان شاء الله هيوصلوا بكره ان شاء الله الساعه 8 الصبح، اكيد هياخدوا بكره راحه ونبدا بقى مشوار الدوري تاني، اللي احنا عارف برضو عندنا بعض الماتشات المؤجله هنبداها ان شاء الله يوم الاحد الجاي مع مباراه طلائع الجيش. طيب نتكلم طبعا على الكره العالميه بشكل، ويمكن دلوقتي في مباريات مهمه جدا في الشامبيونز ليج، اما اعتقد اتلتيكو مدريد وتشيلسي بيلعبوا، لاتسيو بايرن، مباريات طبعا مهمه جدا. لكن مش هنتكلم على الشامبيونز ليج قوي، هنتكلم على جزئيه مختلفه شويه، بنتكلم على المدربين العرب اللي بيشتغلوا في اوروبا او عندهم فرص ان هم يشتغلوا على مستوى الليفل ايه في اوروبا. رؤيتك ايه، ومن امتى يعني، ومن امتى بدات الخطوه ديت يعني؟ من زمان قوي ما سمعناش ان في ممكن مدرب عربي يمسك فرقه كبيره في الليفل ايه، لكن دلوقتي اعتقد في بعض الوجوه الجديده او بعض المدربين العرب اللي بيشتغلوا في الجزئيه ديت وفي طريقهم ان هم يمسكوا فرق كبيره في الدوريات الكبيره يعني. يعني انا اعتقد كمان انه على مستوى التدريب احنا ابتدينا بعد اعتزال الجيل بتاع حضرتك طبعا، شفنا بعض التجارب، انه شفنا لك تجربه كويسه جدا في ليرس البلجيكي، قدرت انك تبقي على الفريق في الدوري البلجيكي الممتاز، ودي يعني التجربه الاقوى في عندنا احنا كمصريين. على المستوى العربي بقى في عناصر كتير يعني، احنا مثلا متابعين مارسيليا الفرنسي، مارسيليا حصل عنده اشكاليه غريبه شويه، انه الاداره اختلفت مع اندريه فيلا بواش المدرب البرتغالي، واندريه فيلا بواش من المدربين الكبار طبعا، والمدربين اللي عملوا اسم في سن صغير، مدرب شاب ومشهود له بالكفاءه سواء مع تشيلسي او يعني هو عمل اسم كويس. اندريه فيلا بواش اختلف مع الاداره وطلع فجاه قال انه هيقدم استقالته،
وطلع بعد كده صرح انه انا شايف انه في التعقدات ما اتخذش رايي فيها، وفي لعيب انا قلت ما يجيش وجابوه، وفي لعيب مشي يكلموني 10 الصبح يقولوا لي اللعيب مشي، وانا شايف ان في عشوائيه في التعقدات بقالها سنين في نادي مارسيليا، وانا مش عايز اكمل. تصريحات عامه، تصريحات عامه، ولذلك النادي قرر بان رسمي انه هينهي عقد اندريه فيلابواش، وانه كمان هيعاقب اندريه فيلابواش على التصريحات اللي صدرت منه. الموقف ده عمل حاجه في حته حتى المدربين العرب دي، انه نادي اولمبيك مارسيليا عنده التكنيكال دايركتور المشرف على الاكاديميات هناك هو ناصر لارجيت. ناصر لارجيت هو مدرب مغربي ومولود في المغرب، واشتغل كان هو الفتره اللي فاتت قبل مارسيليا كان مدير الفني للاتحاد المغربي لكره القدم، وهو جاب هيرفي رونار، هو الموجود حتى في الصوره هنا. فدرب مارسيليا، لجأوا له لانه طبعا ما عندهمش مساحه وقت ان هم يقدروا يتفاوضوا ويتعاقدوا مع مدرب يتوافق مع رؤيتهم بسرعه، فبالتالي هم لجأوا للكادر الفني اللي موجود عندهم في نادي مارسيليا، فلجأوا لناصر لارجيت. لما ناصر لارجيت تولى المسؤوليه حقق فوز على اوكسير في كاس فرنسا في دور ال 64، وبقى اول فوز رسمي لمدرب عربي في قياده فريق توب ليفل في فرنسا زي مارسيليا. وبعد كده كمان يعني كان عنده ماتشات في الدوري، قدر انه يكسب ماتش، تعادل ماتش مع نانت الماتش اللي فات، بس هو عنده بقى الماتشين الجايين ليل المتصدر ليون تاني، فالموضوع مش هيبقى سهل. واصلا مارسيليا في المركز اعتقد السادس، وقريب من موناكو، وقريب انه يبقى موجود في المربع الذهبي، لكن المساله مش سهله. هي الفكره انه الكوادر العربيه موجوده وممكن يشتغلوا، بيتم الاعتماد عليهم، ولما يكون واحد زي ناصر لارجيت مثلا بيخطط لنادي مارسيليا، وقبلها كان بيخطط للاتحاد المغربي، وصلهم كاس عالم، جاب هيرفي رونار، كان عنده بعد كده جاب خاليلوزيتش، وقبلها كان عامل تشكيل المدربين اللي كانوا موجودين في المنتخبات الناشئين والاولمبي والشباب هناك في المغرب، خدوا بطولات في الوقت ده. هاخد من كلامك، ويعني ان شاء الله من خلال فقرتنا هنتكلم برضو على الجزئيه دي، لان جزئيه مهمه جدا، دور المدير الفني في اتحاد الكوره، ازاي بيخطط لمستقبل الكوره، ازاي كمان بيطور المدربين، دي نقطه عنجله، لان انت عارف طبعا كابتن محمود سعد النهارده اعتقد ما بقاش موجود في الاتحاد المصري لكره القدم، فهنتكلم عليها فعلا. بالظبط. لكن خلينا نرجع تاني للتشامبيونز ليج ومباريات التشامبيونز ليج. نتكلم على مباراه مثلا بايرن بيلعب دلوقتي لاتسيو الايطالي، شايف المباراه ازاي في اطار التشامبيونز ليج؟ وهل انت عارف بعد بايرن ما رجع يمكن من كاس عالم الانديه كان في بعض النتائج شويه مع هوبنهايم، انترلاكت فرانكفورت اتغلب 2-1، شايف الامور ماشيه ازاي بالنسبه لمباراه بايرن ولاتسيو؟ انا شايف انه بايرن زي ما حضرتك قلت بالظبط، هي واضح ان رحله كاس العالم نفسها والاجهاد اللي كان قبلها، هم كانوا لاعبين ماتش قبل ما يسافروا في نفس اليوم والطياره اتعطلت والقصه اللي احنا عارفينها، اعتقد ان ده اثر بدنيا على بايرن ده اكيد، بخلاف انه عنده اصابات كتير بالمناسبه، يعني برده في اصابات كتير والناس عندها برده لسه فيروس كورونا لكن في نفس الوقت انا شايف انه بايرن لا اتاثر بدنيا بعد رحله كاس العالم، لما رجع على ماتش ارمينيا بيلفيلد وتعادل، وبعد كده رغم ان ارمينيا يعني عندهم مشاكل كتير جدا، يعني على وشك الهبوط، على وشك الافلاس، النادي نفسه عندهم مشاكل بسبب موضوع برضو فيروس كورونا والوضع المالي بتاع النادي، لكن هي الفكره ما بتتحسبش كده، زي برضو الناس لما اتكلمت عن ماتش الاهلي وبايرن ميونخ، يا جماعه الموضوع ما بيتحسبش كده، وما بيتحسبش انا يعني قدرت اواجه البايرن واتغلبت 2 او كسبت 1 او تعادلت او كده، الموضوع مش كده. وانت ممكن يبقى البايرن بيلعب ارمينيا بيلفيلد وبيتعادل 3-3، يروح يلعب انتراخت فرانكفورت وكسبان دلوقتي 2-0 على فكره، كسبان لاتسيو 2-0 دلوقتي مثلا بالضبط. يعني احنا بنتكلم كمان ان هو الماتش اللي فات خسران، فهو فرصه النهارده انه يفوق، لانه بتلعب ماتش ذهاب في دور 16، والماتش برضو مش سهل، فرقة لاتسيو عاملة موسم كويس جدا جدا جدا، فرقة برضو كلها شباب عدا حارس المرمى بيبرينا كبير في السن 38 سنة أعتقد دلوقتي، لكن في النهاية فريق عامل حالة كويسة وسط عمالقة في الدوري الإيطالي، لأنه برضو لو اتكلمنا الدوري الإيطالي السنة دي إنتر وميلان عاملين معركة مش طبيعية
في الدوري. اكيد تابعت الديربي بالظبط، تابعت الديربي وشفت لوكاكو يعني بصراحه دبابه بشريه غير مش ده بدورين يا كابتن هاني مش يعني وبدنيا لما تشوف تكوينه الجسماني تقول انه تقيل، لكن تشوف هو بيجري ده مش طبيعي. هو يعني كان ليه يعني هو عمل اسيست وجاب جول، عمل اسيست الجول الاول حلو جدا جدا، والجول الثالث اللي جابه ده يعني حاجه مش طبيعيه بصراحه. يعني انا شايف ان لوكاكو يعني يصنف برضو من اخطر المهاجمين اللي موجودين على مستوى العالم في الوقت الحالي. كمان هو سنا مش زي ابراهيموفيتش، يعني الخناقه اللي كانوا عاملينها مع بعض وعامله حاله في الدوري الايطالي دي سنا الموضوع يبقى صعب يا كابتن. يعني ابراهيموفيتش المفروض يرتاح شويه، هو بقى كبير يعتبر، اخوه كبير يعني. وكمان ابراهيموفيتش على فكره الماتش برضو ماتش الانتر ما قدرش ان هو يوصل المباراه واشتكى من عضلاته، وهو اللي طلب التبديل برضو مهما كان السن 40 سنة خلاص يعني قرب على 40 سنه. النقطة الثانية في موضوع لاتسيو عامل موسم كويس. سيموني انزاجي لما اتكلم قبل الماتش ده في المؤتمر الصحفي عن ماتش البايرن قال احنا مش افضل من بايرن، وعارفين انه بايرن يعني يعتبر من اقوى الفرق في العالم في الوقت الحالي، لكن في النهاية احنا هنقاتل على الفرصة اللي موجودة. لاتسيو عنده لعيبة كويسة، عنده ايموبيلي، عنده مجموعة كويسة من العناصر حتى الشباب، وهو انزاجي قادر ان هو يوظفهم كويس، لكن هيقف عند دور 16. يعني انا اعتقد كمان انه حتى لو كان قدر لاتسيو مثلا النهاردة في المباراة دي يحقق نتيجة ايجابية حتى لو تعادل، لكن هيروح طبعا المانيا طبعا الموضوع هيبقى صعب. ما يقدرش ان هو يصمد قدام بايرن في المانيا. اتلتيكو مدريد تشيلسي معركة صعبة قوي. اتلتيكو مدريد ماشي كويس جدا السنة دي. عجبني حاجة في الحلقات اللي فاتت لما حضرتك استعرضت تصريحات فيليبي لويس لما قال سيميوني مدرب ما عندوش قلب. هو نازل هيكسب، ما عندوش احتمالات تانية، ما يعرفش يتعامل مع اللعيبه بهدوء. هو ممكن تعامله مع اللعيبه يعمل لهم توتر، لكن في النهايه هو قال فعلا كده، اول ساعات التعامل يعني من كتر حماسه ممكن بيوتر اللعيبه بالظبط. وهو كمان يا كابتن هاني سيميوني حتى وهو لعيب كان كده، يعني ما اتغيرتش الشخصيه. وفكره برضو ان سيميوني موجود مدير فني لاتلتيكو مدريد من اول ما بدا تدريب لحد النهارده وحقق بطولات. الراجل ده واخد 6 بطولات برضو مع يعني 6 بطولات كبار. كان في احصائيه كان من افضل 10 مدربين او مديرين فنيين في اخر 20 سنه على مستوى العالمي يعني. بالظبط، لانه كمان بفريق مش هو ريال مدريد ومش هو برشلونه صحيح، لكن قدر خد منهم دوري، قدر انه يوصل نهائي تشامبيونز ليج، قدر انه ياخد اليوروبا ليج اعتقد. لكن انا شايف انه قدام تشيلسي الموضوع مش هيبقى سهل بسبب توماس توخل. توخل يعني توخل مدرب عنده خبره المباريات دي. يعني كان في البعض متوقع عكس فرانك لامبرد، يعني فرانك لامبرد كان صعب برضو التوخيل مش هيبقى فيه نجاحات كبيره مع تشيلسي. كان في بعض الناس بتقول شخصيه توخيل وشخصيه تشيلسي مش المايه مش واحده يعني، لكن بيقدم نتائج كويسه. والنهارده يعني برضو في الاعداد يقولوا لنا النتيجه كام بس يعني بيقدم شكل جيد جدا مع تشيلسي يعني. هو كمان انه شايف انه تشيلسي عنده عناصر كويسه، لكن فرانك لامبرد قله الخبره كمدير فني لفريق كبير في الدريسنج روم او في اللي هي غرفه الملابس بتاعه تشيلسي عملت له مشاكل كتير، اولها مع كيبا حارس المرمى، وراح اشتكى لمديره النادي، وده كان بدايه نهايه فرانك لامبرد في تشيلسي، انه المشاكل بتاعته خرجت من جوه غرفه الملابس للمكاتب. ليه دايما تشيلسي مرتبط بالدريسنج روم؟ يعني مورينيو نفس المشكله برضو كان دريسنج روم ما قدرش يسيطر بشكل او باخر. مرتبط الكلام ده بتشيلسي ولا انت شايف ان الامور دي من الحاجات المهمه جدا للمدير الفني؟ وهنتكلم على المديرين الفنيين الواعدين بالنسبه للمنطقه العربيه اللي هيدربوا في اوروبا. شايف ده مهم جدا بالنسبه ان السيطره على الدريسنج روم ده شيء مهم في انطلاق المدرب او في فعاليه المدرب الفنيه؟ هو ما فيش مدرب فقد السيطره على غرفه الملابس في اي فريق في الدنيا وقدر انه يحقق نجاح. اللعيبه لما بتبقى اقوى من المدير الفني الموضوع بيبقى صعب جدا. والمدير الفني لما بيفقد السيطره والمشاكل بتنتقل من غرفه الملابس الى المكاتب برضو الموضوع بيبقى صعب على المدربين. فانا اعتقد انه مش مساله تشيلسي بس، هي كل الانديه، لكن في نفس الوقت بتفرق من خبره مدرب لاخر. يعني فرانك لامبرد خرج من الدار للنار، اشتغل مع ديربي كاونتي شويه قدر يحقق نتائج، كونه من الاساطير في نادي تشيلسي اداله الفرصه ان هو يشتغل مدير فني ومع مجموعه لعيبه كويسه. لكن لو حضرتك فاكر يا كابتن هاني احنا هنا اول ناس قلنا تقريبا من اول اسبوع في الدوري الانجليزي انه الموضوع هيبقى صعب عليه. حتى في ان هو بدا بدايه كويسه على فكره في بدايه الدوري كان ماشي كويس، لكن مع الوقت تبتدي تبان فرق الخبره بيظهر، خصوصا مع مشاكل اللعيبه. انت لما بيكون عندك
30 لعيب او 25 لعيب، وطبيعي ان هيبقى فيه لعيبه بره التشكيل ولعيبه ما بتلعبش ولعيبه عندها مشاكل. الحاجات دي هي اللي بتفرق في شخصيه المدرب عن مدرب تاني، وبالتالي هو ده اللي حصل. توماس توخيل لا، مدرب كبير وعنده خبرات كبيره جدا، واعتقد ان هو لا قدر يسيطر على تشيلسي، وقدر كمان انه يوظف اللعيبه صح. يعني فرانك لامبرد كان عنده بعض اللاعبين كده كانوا ممكن يحققوا له نتائج افضل او يقدموا اداء افضل، وده ما حصلش بسبب برضه ممكن يكون قله خبرته وطريقته مش مناسبه للعيبه دي. هو ما قدرش يوصل اللي في دماغه للعيبه، برضه اللعيبه شافت برضه تصريحات اللعيبه قالت ان هو ما قدرش يدعمهم عشان يخرج منهم يعني افضل مستوى فني يقدروا يقدموه. ده اتقال من لعيبه تشيلسي وقت رحيل لامبرت. لكن اعتقد ان توخيل ممكن يرجح كفه تشيلسي، لكن اللعب هما بيلعبوا في بوخارست في رومانيا، والمفروض ان ده ماتش اتلتيكو مدريد، لكن انا شايف انه هتعتبر ارض محايده. يعني حتى لو اتلتيكو مدريد بيتكلموا، هما بيتكلموا انه سيميوني احنا هنلعب في اي حته وهنكسب، فده بروح سيميوني. لكن انا شايف ان الموضوع برده مش هيبقى سهل، وبعد كده كمان لما يروحوا يلعبوا في انجلترا هتبقى الفرصه كمان اكبر لتشيلسي ان هو يعدي المباراه دي. لكن ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى سهل قوي، يعني لا سهل على اتلتيكو ولا سهل على تشيلسي. طيب نروح المباراه مهمه بكره، مباراه الريال مع اتلانتا. الريال انت عارف كمان بدا يقرب شويه، يعني يمكن اتلتيكو تعثر الجوله الاخيره في الدوري الاسباني بالظبط، و... مع ليفانتي ما كان بتيجي من الفرق الصغيره يا كابتن، يعني على غير المتوقع يعني، دايما بتيجي من الفرق الصغيره صحيح. وكمان يعني الريال استغل كده، يمكن فاز على بلد الوليد يمكن بصعوبه شويه، رغم ان بلد الوليد في المركز ال19، لكن قدم مباراه كبيره جدا على فكره. اتفرجت على المباراه، عملوا نتيجه كويس، عملوا اداء كويس قوي، لكن خبره طبعا ريال مدريد، يعني كازيميرو حط هدف وخلص 1-0. مباراه الريال واتلانتا اللي ماشي كمان بشكل اكتر من رائع في السيريا، شايفها ازاي؟ انا شايف ان اتلانتا برده عاملين نتائج هايله، كسبوا نابولي 4-2 في الدوري الجوله اللي فاتت في الدوري الايطالي. عندهم لعيبه كويسه، عندهم مدرب جاسبرين مدرب كويس جدا. هو المباراه مش سهله، وخصوصا انه ريال مدريد هيلعب بره ارضه. طبعا ريال مدريد في حاجه غلط فنيا مش مفهومه في اخر يعني حتى 10 اسابيع مثلا او اخر 10 مباريات، في حاجه غلط في الموضوع. يعني فراوده عنده ما بيسجلوش، اصابات كتير، هازارد كده بقى بره الحسابات، يعني ما حدش شايف ان هازارد في ريال مدريد في خالص من اول ما راح. اعتقد انه غياب بنزيما بيأثر كتير على الـ على الـ على الـ على الشكل الهجومي بشكل كبير واضح. يعني المفروض ما يتأثرش نادي كبير زي ريال مدريد بغياب مثلا لعيب زي بنزيما. يعني هم عندهم مشكله في الخط الهجومي واضحه، هو كريم بنزيما لو مش موجود الماتشات بتبقى صعبه قوي ومتصعبه على ريال مدريد، حته توصلهم للجون بتوصل للجون، لكن مين يسجل؟ مفيش حد بيسجل. بتشوف انه المدافعين هم اللي بيسجلوا في الماتشات اللي فاتت، يعني سواء الماتش اللي فات او اللي قبله. فاران وكاسيميرو كمان اللي سجل الماتش اللي فات. بس انا شايف انه الموضوع في ريال مدريد هيبقى صعب شويه، لانه اعتقد انه حسب اللي شفناه في الصحافه الاسبانيه كلها انه دلوقتي زيدان على المحك، لو ما قدرش يتقدم في دوري ابطال اوروبا، لو تعطل قدام اتلانتا او حتى ما وصلش للنهائي هيكون عنده مشكله، هيكون في تغيير بالظبط. فالموضوع مش هيبقى سهل. انا اعتقد انه مباراه مش سهله، وكمان ريال مدريد حالته غريبه، بس بيجي في دوري الابطال ويفوق يعني، بس كعناصر تقلق، يعني كعناصر تقلق من الماتش ده. نروح على مباراة تانية، مباراة كمان أعتقد من المباراة المهمة جدا، المان سيتي ومونشنجلادباخ الألماني. المان سيتي أعتقد حسم البريمير ليج بشكل أو بآخر، مونشنجلادباخ على الجانب الآخر بيقدم مستويات أكتر من رائعة في الشامبيونز ليج. المباراة دي شايفها إزاي؟ أنا شايف إن مونشنجلادباخ عاملين مغامرة من الزمن الجميل. صحيح. يعني هما بروسيا مونشنجلادباخ أعتقد من السبعينات ما وصلوش للتوب ليفل ده في بطولات أوروبا، سواء يوفا كاب او حتى تشامبيونز ليج يعني. وهم حظهم وحش ان هم يلعبوا مانشستر سيتي. يعني هم اجتهدوا جدا، لكن واضح ان هم يودعونا بكره يعني. صعب طبعا. يعني يعني اعتقد حتى مفيش مفاجات، دي تدريبات مونشنجلادباخ، ما اعتقدش ان تتعمل مفاجاه دلوقتي في حاله الفوقان اللي فيها مانشستر سيتي دلوقتي. يعني حتى هو مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي البدايه كانت غير مبشره، لكن لما الفريق فاق وجوارديولا بنفس معدل أدائه اللي شفناه لما كان بياخد البطولات، أعتقد أنه صعب قوي أنه يقف دلوقتي.
وكمان هو يعني ما اعتقدش ان هو بيفكر قوي هو في حسم الدوري الانجليزي، هو اوريدي شبه حسمه، لكن هو تفكيره دلوقتي انه عاوز ياخد دوري ابطال اوروبا، لانه ما قدرش يعملها من بعد برشلونه يعني، ولا مع بايرن ميونخ ولا مع مانشستر سيتي، الموضوع بالنسبه له كان صعب قوي. اعتقد انه ده يجدد دوافع جوارديولا حتى لو كان زهق من تجربه مانشستر سيتي، بالنسبه له ما فيش جديد، برضه بيلعب كل سنه على الدوري، ممكن بيكسب الدوري لكن ما بيقدرش ان هو يكمل في دوري ابطال اوروبا. فانا اعتقد انه المباراه دي هتكون مش صعبه قوي على مانشستر سيتي، لكن وارد انه ممكن مونشن جلادباخ يكون ند ويكون قوي ويقدر ان هو لو حتى طلع بنتيجه ايجابيه، لكن اعتقد صعب، اعتقد مانشستر سيتي اكيد كفته ارجح يعني. طب خارج السياق خالص، المان سيتي اقرب لترانسفير لميسي، ان احنا عارفين اعتقد ميسي مع نهايه السيزون هيمشي، لكن انت برضو رؤيتك الفنيه شايف ايه؟ الترانسفير ماركت رايح ازاي في هيبقى يعني ترانسفير على اعلى مستوى، لان يعني في ناس بتقول محمد صلاح هيمشي، في دلوقتي ميسي، في مبابي، في هالاند من بروسيا دورتموند، الاربعه دول هم اللي شاغلين يمكن الترانسفير العالمي خلال الفترات اللي جايه. شايف التنقلات دي ازاي يا عمر؟ تعالى نحسبها يا كابتن هاني، السوق دلوقتي محدود بسبب موضوع الكورونا ماديا على الانديه، لكن شفت النهارده تصريح حلو قوي لمينو رايولا عن هالاند. هو طبعا اي لعيب منور دلوقتي في العالم هتلاقي معاه مينو رايولا يعني. فمينو رايولا قال في 10 انديه بس اللي يقدروا يتعاقدوا مع هالاند على مستوى العالم في الوقت الحالي. ال10 دول منهم 4 انديه في انجلترا. وقال مفيش اي مدرب ولا اي نادي هتقول له هالاند هيقول لك مش محتاج. قال يعني زي ما تكون بتقولي على السباقات الفورمولا 1 وحد يقول مش عايز لويس هاملتون مثلا. فانا اعتقد انه السوق هيبقى محكوم بالاسامي الكبيره اللي فيه، وانا فخور جدا ان منهم محمد صلاح. ان سوق الانتقالات هيتحدد على حسب في 4 اسماء او 5 اسماء هم اللي هيحددوا سوق الانتقالات اللي جاي. مبابي وصلاح وهالاند وميسي، نيمار اعتقد بقى اوت بره اللعبه، كيفن دي بروين. دي بروين تمام. كيفن دي بروين له اصلا تصريح او مش تصريح يعني، الصحافه الانجليزيه كتبت ان هو اجل مفاوضاته على تعديل عقده او تمديد عقده مع مانشستر سيتي، مستني يشوف حركه السوق هتبقى شكلها ايه. هو شايف انه لو في لعيب سواء ميسي او هالاند او مبابي موجود في باريس سان في سوري في مانشستر سيتي السيزون اللي جاي، فده هيديله فرصه انه يتفاوض على قيمه اعلى لعقده وراتب اعلى، لانه على فكره هو عاوز ياخد اعلى راتب اسبوعي في الدوري الانجليزي. هو حاليا هو بياخد اعلى راتب اسبوعي دلوقتي 300,000 استرليني مع مان سيتي، اعتقد انه عاوز يعلى عن كده كمان. فهو مستني يشوف سوق الانتقالات هيمشي ازاي، لانه بالتاكيد مانشستر سيتي هيدور على الاقل لعيب من الاسامي دي، من الاربع اسامي دول. بعيدا عن محمد صلاح ما اعتقدش ان هو هيغامر برضو مع مانشستر سيتي، لكن هيجيله نادي من الكبار ده بالتاكيد، خصوصا انه محمد صلاح ما زال ماشي في الخط بتاعه، هو هداف الدوري الانجليزي، محافظ على معدل تهديفه في الفتره الاخيره، بيأدي بشكل اكتر من ممتاز. فاعتقد انه صلاح بالعكس عنده ما زالت فرص ان هو يبقى موجود. فاعتقد انه يعني هالاند ومبابي وصلاح وميسي هم اللي هيحددوا شكل سوق الانتقالات وشكل المنافسه في الانديه السنه الجايه هيبقى عامل ازاي. لانه اعتقد كمان انه يعني ميسي بالتاكيد مش هيكمل في برشلونه. سبب وده قاله رونالد كومان، انه هو قال انا شايف، قال لما قعدت مع ميسي اول ما توليت القياده الفنيه لبرشلونه كان كلامه انه انا مش عايز العب في فريق بيتغلب 8. صحيح. يعني ده بعد طبعا مباراه بايرن بالظبط السنه اللي فاتت. فهو النقطه الاساسيه دي هي اللي تفرق مع ميسي، الفريق مازال بيخسر ومازال بيخسر كتير يعني. بيخسر كتير وبيضيع يعني، مثلا ماتش قادش اللي فات ماتش كان غريب يعني، انا لو بشوف ماتش في الدوري المصري مش هيبقى بنفس المستوى اللي هو المتواضع قوي ده. أيه. اللي هو ماتش هو خلصان بضربتين جزاء 1-1 وما كانش فيه هجمات خطيره، هو جول جريزمان اللي اتلغى بس بسبب الاوفسايد. طب عايز اكمل معاك، معانا طبعا المدرب المتالق رادي الجعايدي معانا من بروج من بلجيكا معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن رادي. مساء الخير يا كابتن هاني وعمر وكابتن توفيق، المشاكل هذه في الكليه وشكرا لجماهير الاهلي بالطبع اللي بتتفرج علينا.
اولا طبعا منورنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي، ثانيا عايز حضرتك تكلمني عن التجربه الجديده والمشوار الجديد من خلال يعني توليك الاداره الفنيه اللي في بلجيكا في احد الانديه اللي بتعاني شويه في الدوري البلجيكي، على امل البقاء وان شاء الله يكون البقاء على ايديك يا كابتن. سيركل بروز. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هي تجربه بالنسبه لي جديده، بتبدا في بلد جديد. لكن يعني المهمه ما هيش جديده عليا، لانه متعود انا بالضغط العالي في تحضير المقابلات، متعود بالضغط بتاع المباريات، النزول او الصعود يعني لما كنت لاعب. حبيت يعني نعاون بالخبره بتاعي للفريق، يعني لي صديق هو المدير الفني لفريق موناكو اللي هو يملك فريق سيركل بروج. هو اللي اعطاني معناتها المهمه هذيا، يعرف قيمتي، يعرف الخبره بتاعي، وحب يعطيني يعني نوع من الفرصه باش نظهر يعني قدراتي كمدرب في الفريق الاول لسيركل بروج. نعرف فريق سيركل بروج تعدى فتره صعيبه ياسر، الفتره الاخرانيه خسر فيها 12 مقابله على التوالي لم ينتصر، وطبعا كما تعرف خلى على المدرب الانجليزي واعطى فرصه لمدرب بلجيكي عنده الخبره، واعطاني الفرصه لي انا للانضمام للمجموعة الفنية والمدربين كمدرب عام. كمدرب عام موجود، ودي ثقة كبيرة ان طبعا كمان عارفين زي ما حضرتك قلت ان موناكو كمان هو يعني اللي رشحك لهذا المركز، وان شاء الله بالتوفيق لك. لكن طموحاتك القريبة ان شاء الله، يعني دي خطوة وخطوة مهمة جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم وتبقوا في الدوري البلجيكي. طموحاتك انت على المستوى الشخصي، امتى ان شاء الله نشوف يعني نشوف حضرتك تتولى المسؤولية كاملة في احد الأندية في التوب تيم في الدوريات الأوروبية يا كابتن؟ هو ذكى هو يعني بالنسبه لي الهدف ليا، هو الهدف يعني ان شاء الله اشوف النهار اخر اشوف ولادي سعادي في فريق كبير في اوروبا، وما يعنيش يعني المده كلها عديتها يعني في تحضير الشهيد وتحضير يعني الاكسبيرينس الخبره، وان شاء الله خطوه. بالنسبه لي انا كنت مع شبان ساوثامبتون وتعلمت يعني الخبره، وتوا نعدي الخبره هذه لفريق الاكابر، وان شاء الله تربي يعني على القريب العاجل. انا يعني بالنسبه لي هو الهدف الكبير نكون مدرب اكابر في فريق كبير ومنظم، وان شاء الله يعني نعطيهم الخبره بتاعي ونعطيهم النصائح اللي تهزنا للاعلى ان شاء الله. طبعا كل التوفيق ليك، ويعني دي خطوه مهمه جدا جدا. حضرتك طبعا على المستوى الافريقي، على المستوى العربي في مدربين عرب على مستوى عالي جدا، على المستوى الاوروبي نفسنا ان شاء الله يكون في مدرب عربي يقود احد الفرق الكبيره في الدوريات الاوروبيه. كل التوفيق يا كابتن جعيدي، وبنتمنى لك التوفيق، وعمر طبعا صديقك كمان موجود معانا بيتمنى لك كل التوفيق. بالتوفيق يا كابتن راضي. اعتقد انتوا حققتوا نتيجه هايله باول تعادل مع اندرلخت من الفرق المقدمه يا كابتن هاني. كابتن هاني كمان كان له تجربه في قياده ليرس البلجيكي، وبعد كده يا كابتن راضي الفوز على ماسكرون، فوز بست نقاط زي ما بنقول، في مباريات قويه اللي جايه. واسلاند بيفرن موجود في مؤخره الجدول، لكن اعتقد انها مش هتكون مباراه سهله. ايف فاندر هايخم مدرب كبير، وتوماس بافل موجود مع حضرتك في الجهاز الفني. اعتقد انه هي كتجربه نتمنى لها اكيد كل التوفيق من هنا يعني كادر عربي وافريقي مشرف، فاتمنى لك التوفيق طبعا، وان شاء الله المباريات اللي جايه تكون بنتائج فيها انتصارات باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايشك عمر، متشكر على التشجيع كلية يعني انت والمفاعل والكل. عامه بالنسبه لي اشوف يعني كما كابتن هاني يذكر يعني الممرن الافريقي مازال مش موجود يعني بكثره في البطوله الاوروبيه، ونعرف البطوله الاوروبيه والقيمه بتاعها. يعني بالنسبه لنا يعني بالنسبه لي انا شخصيا هذا هدف، لكن ان شاء الله نشوفه
نشوفهم ممارسين اخرين ولا اللاعبين قدامنا اللي يدخلوا العالم التدريب ويدخلوا العالم التدريب من باب كبير في اوروبا. بالطبيعه هذا يلزم تحضير وتاثير، ولكن تم اتفاق نوعا ما من خاصه من اللاعبين القدامى اللي لعبوا في اوروبا واللي لعبوا يعني خاصه في البطوله الانجليزيه يعني يبداوا بالشهاده نتاعهم. ولكن هذه فرصه بالنسبه لي اللي باش نذكر اللي المدرب الافريقي عنده القدرات باش يقوم بنتائج في اوروبا، لكن يلزم فرصه. سواء انا لي 10 سنين توا في اوروبا وفي ساوثامبتون عندي كل القدرات، ان شاء الله ناخذ كما قلت لك التجربه هذه توصلني يعني للاعلى. بالنسبه يعني لافريقيا البروج شفنا يعني الجمعه اللي فاتت انتصرنا ضد مشكرون اللي هو فريق يعني منافس على المنزول، وانتصرنا عليه اعطتنا يعني ثقه كبيره ياسر، اعطت اللاعبين ثقه كبيره ياسر، واعطتنا بالنسبه بالطبيعه للاطار الفني الوقت باش نخدموا على بعض النقاط الاخرى للتحضير لمقابله بيشي. مقابله اندرلخت كانت مقابله كبيره ياسر، كنا ضد فريق كبير عنده امكانيات فرديات ومجموعه. تمكنا يعني بالتعادل، تعادل ايجابي بالنسبه لنا. وزي اعطانا كما قلت لك يعني خاصه الثقه اللي تفقدت في الفتره الاخرانيه. وبالنسبه لي تمكنا يعني بانتصار في المسكرون اللي هو فريق مش سهل، فريق صعب يلعب باللعب الطويل ويحسن يعني الكره الاولى بالثانيه، وذا قلقنا بعض من الاوقات، لكن الحمد لله انتصرنا. وان شاء الله في المقابله الجايه ضد ويزلاند اللي هو فريق يسيس يعني المنافس يعني نزول، ويلزمنا الانتصار وثلاث نقاط ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا كابتن، كل التوفيق ليك يا كابتن، نتمنى لك التوفيق ككادر عربي واعد ان شاء الله في الدورات الاوروبيه. شكرا جزيلا على اعلى مستوى. يعني كان لي لقاء معانا حتى هنا في البيت الكبير، هو في هارتفورد الامريكي بالظبط، صعدهم بلاي اوف، وده كان نتيجه كبيره بالنسبه لهم، اول مره في تاريخ النادي ده. اعتقد انه ده مرتبط بكلامنا، حتى مرتبط بالنادي الاهلي يا كابتن هاني. يعني حتى حضرتك استعرضت الكلام، هو كابتن راضي في وسط كلامه وقال انه المدرب الافريقي اصلا بشكل عام والمدرب العربي عنده القدره انه يشتغل، وعنده القدره انه يشتغل في اوروبا كمان. احنا عندنا دلوقتي هنا مثلا في النادي الاهلي بيتسو موسيماني مدرب جنوب افريقي على اعلى مستوى، ويعني بطولات سي في كبير كل حاجه. اعتقد انه الثقه لازم تبقى زياده في المدرب المصري والافريقي والعربي، اكتر من فكره انه انا دايما بلجا للخواجه اللي جاي لي من هولندا، المانيا، انجلترا، بلجيكا، اي مكان. مزبوط. لكن انا ممكن انا عندي كوادر كمان تشتغل في اوروبا. تمام، هي دي النقطه الاهم الواحد عايز يركز عليها. يعني مثلا التجربه كمان اللي اتكلمنا فيها بتاعت مارسيليا الفرنسي، هم اعتمدوا على كادر عربي موجود عندهم. دلوقتي هم بيفاوضوا خورخي سان باولي، يعني هو خورخي سان باولي اعلن استقالته من اتلتيكو مينيرو، قال ان اخر ماتش ليا يوم الخميس اللي جاي في البرازيل بالظبط، واعلن استقالته. واعتقد ان خورخي سان باولي من المدربين الكبار قوي، يعني مع تشيلي خد كوبا امريكا، ويمكن ده يعني ده هو حتى في اتلتيكو مينيرو اللقطات اللي بتتعرض دلوقتي هو قدم استقالته اوريدي خلاص بالظبط، اعلن النهارده استقالته لانه راح مارسيليا. هم شافوا انه سان باولي، بالمناسبه سان باولي كان هو اختيار جمهور برشلونه الاول، يعني في 2017 2018 جمهور برشلونه لما استطلعوا رايه مين يمسك الفريق، كان خورخي سان باولي هو بالنسبه لهم المدرب المفضل. هو تجربته في اوروبا الوحيده كانت مع سيفيا الاسباني في 2016 2017، لكن اعتقد انه مع مارسيليا بالنسبه له فرصه وبوابه انه يرجع تاني ليدرب في اوروبا. يعني هو درب سانتوس البرازيلي واتلتيكو مينيرو منتخب تشيلي، لكن هتفضل فكره انه يدرب في اوروبا ويكون مع فريق في دوري من دوريات التوب 5 هو بالنسبه لسان باولي هتكون الافضل. هو كمان اعتقد انه الخميس اخر ماتش، اعتقد انه مارسيليا عنده يوم الاحد ماتش ليل مع اول الدوري، فاعتقد هيحتاجوا انه يكون معاهم المدرب الجديد المستقر مش المدرب المؤقت. يعني خلاص الانتقال هيبقى سريع جدا، يعني تواجد في المباراه هيبقى سريع على طول. واعتقد انه
حتى تجربه نصر لارجيت مع انها قصيره مع فريق مارسيليا، لكن بتقول انه الكادر الفني العربي والافريقي يعتمد عليه، يعتمد عليه في توب ليفل، يعتمد عليه لو مهمه صعبه زي البقاء في الدوري البلجيكي مثلا زي ما شفنا مداخله كابتن رادي جعيد. طيب هاخد من كلامك والكوادر على المستوى المدربين، الكوادر على مستوى المدربين العرب، ونتكلم على المصريين، كوادر على مستوى التدريب المصري، اروح بيه للاتحاد المصري والمدير الفني للاتحاد المصري. يعني طبعا استقال اعتقد الكابتن خلاص محمود سعد. عايزين نعرف الناس الدور الحقيقي للمدير الفني للاتحادات بيبقى شغال ازاي على مستوى المدربين. خلينا نتكلم في دور للمسابقات ودور للمنتخبات، لكن خلينا ناخد ملف المدربين، ازاي نأهل مدربينا، وعندنا مدربين ظهروا حتى في الدوري المصري بشكل اكتر من رائع. عايزين نشوف مدربين زي الدوري الالماني لينيان، يعني عنده 33 سنه، عايزين نشوف مدربين كمان صغيرين. بالمناسبه ناجلسمان هو فعلا المرشح لتوتنهام، يعني توتنهام دلوقتي عندهم مشكله مع مورينيو، النتائج بتتراجع، وهو مورينيو عامل شرط جزائي فظيع تقريبا 25 مليون استرليني، فهم مش هيقدروا يمشوه، فبيحاولوا يشوفوا لها حل. لكن هم النهارده شفت الصحافه الانجليزيه بتتكلم على مين ناجلسمان مع لايبزيج، هو الاختيار رقم واحد بالنسبه لتوتنهام الفتره اللي جايه لو مورينيو هيمشي. فاعتقد طب عايزين نشوف يعني مدربين مصريين بمستوى عالي عندهم 33 سنه، بتتكلم في لعيبه دلوقتي بتلعب لسه في الملعب اكبر من 33 سنه. صح. الملف ده ازاي بروفيشنال نديره بشكل بروفيشنال عشان يبقى عندنا كوادر مدربين تقدر حتى في الدوري المصري تثبت وجودها اكتر، وتبدا كمان تخرج في اوروبا ونشوف مدرب مصري في اوروبا، ده هيبقى شيء عظيم. يعني انا اعتقد يا كابتن هاني انه النهارده طبعا شفت البيان اللي صدر عن الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص انهاء عمل الكابتن محمود سعد وتوجيه الشكر له على الفتره اللي قضاها في منصب المدير الفني لاتحاد الكوره. لكن منصب المدير الفني لاتحاد الكوره هو له اكتر من جزئيه او وظيفه بيشتغل عليهم بشكل اساسي، منها الجزء الخاص بالمدربين وهو الدورات التدريبيه والرخصه والتطوير، وحتى عقد اجتماعات دوريه مع المدربين مع انديه الدوري وحتى المدربين اللي لسه مرشحين ان هم يشتغلوا علشان فكره التطوير. التطوير ده بيتم ازاي؟ بيتم من وجود اصلا خطه لاتحاد الكوره، خطه طويله المدى تخص المدربين واسلوب لعب الكره المصريه نفسه. هو الموضوع هنا ماشي اجتهاد شخصي، كل مدرب او كل فريق عنده فلسفه معينه، بنشوف وادي دجله عنده فلسفه معينه بيجيب لها مدربين ومصمم عليها، بنشوف النادي الاهلي عنده فلسفه الانتصار الدائم وبيحاول انه دايما يوظف لعيبته مع المدرب اللي موجود احسن توظيف انه يقدر يستفيد منهم ويحقق انتصاراته. عندنا الباقي الموضوع فيه شبه عشوائية فنية، ده اللي أقصده، مش عشوائية في الاختيارات أو حاجة. كل مدرب بيجي بيبقى عنده أفكار وعاوز يطبقها، لكن المفروض أنه حتى ده يتم في إطار كبير شوية لمصلحة المنتخبات الوطنية كمان ولمصلحة الكرة المصرية. وأنه يعني كان في معضلة، فكرة أنه مثلا لو جبت، نتخيل كده أن أنا جبت جوارديولا يدرب منتخب مصر بكرة وعاوز يطبق أسلوب اللعب بتاعه في منتخب مصر، هيبقى مستحيل. مستحيل يا كابتن هاني، لأنه علشان جوارديولا يمسك منتخب حتى لو منتخب اسبانيا لازم يكون عنده على الاقل نص فرق الدوري بتلعب بالاسلوب بتاعه ده. وبالتالي انت المفروض كاتحاد كوره المدير الفني بتاعك ايا كان المدير الفني القادم هيكون مين، انه يكون عنده خطه، والخطه دي تكون في مصلحه الكره المصريه ومتماشيه مع وضع الكره المصريه. ما ينفعش ان انا ممكن اقول انا هجيب خبير اجنبي ويبقى هو التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره، لكن هل هو هيبقى دارس وضع الكوره في مصر شكله ايه؟ فنيا، مستوى الفرق، مستوى اللاعبين، القياسات البدنيه، الحاجات دي كلها هي محتاجه حد يكون هيعمل الخطه دي علشان يقدر ساعتها يطور مستوى اولا المدربين، ثانيا مستوى الكره المصريه كلها والمنتخبات الوطنيه. فالموضوع مش سهل، الموضوع ده كبير مش سهل جدا، لكن ملف كبير، وان شاء الله خلال الحلقات الجايه عايزين نفتح الملف ده، لان زي ما بنتكلم على كوادر اللعيبه بنتكلم كمان على جزء مهم جدا كوادر المدربين، وخاصه مدربي كمان المنتخبات، وعشان تجيب مدرب منتخب يتماشى مع الكرة المصرية ويبقى هو كمان مدربين المنتخبات على مستوى الناشئين والمنتخب الأولمبي هي القاعدة الأساسية للمنتخب الأول، منظومة متكاملة بتسلم بعضها، ده سيركل كبير جدا جدا. بالزبط. إن شاء الله من خلال الحلقات اللي جاية طبعا يشرفنا أن تكون موجود معنا فيها عمر حبيبي كابتن. شكرا شكرا جزيلا جدا. شكرا جزيلا عمر، شكرا كابتن هاني. دي كانت فقرتنا المميزة مع عمر البنوبي، بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير طارق سليمان.